تظهر لك. اه بالمساحات، وهو اوريدي اول ما انت تجيب هدف هو هيبدا يفتح وعايز دي يشوف بقى عشان يعوض الهدف بتاعه، هتظهر لك المساحات. لكن وانت بتهاجم برضو نفس الكلام اللي احنا بنقوله، لازم يبقى عندك تركيز دفاعي وانت بتهاجم. اتنين الناس اللي ورا سواء كلوبالي هيكون مثلا نجيب او سعد ان شاء الله اللي هيكون موجود فيهم، باك من الباكين التزام حسام عاشور، لازم يبقى عندك الوقفه الدفاعيه الصحيحه اثناء هجومك، ما بقاش سرحان مع الهجمه وببص وسرحان مع وليد اظن، لا انا مركز. وادي وليد اهو حالته كويسه، معلش دي لحظه وصول للفرقه الفندق. وليد الحمد لله اطمنا خلاص، مشيته كده زي الفل، تمام التمام كويس يعني. الحمد لله برضو انك يعني ان شاء الله يبقى سعد سمير برضو يلحق. لكن تعليقك على الصوره دي كده غريبه شويه.